Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we are going to take the second grammar in unit 2, the past perfect continuous. Past perfect continuous اللي هي الماضي التام المستمر. كنا أخذنا قبل هيك الـ present perfect continuous. كانت عندنا الفورم تبعت الـ present perfect continuous have or has وبين verb ing. Today we are going to talk about the past perfect continuous had been verb ing. هسا الباست had الperfect been وعندك الverb ing. ضروري تنتبهي انه انا عندي هون verb ing had been verb ing مش verb 3. اوكي وجود been هيها هي verb 3 بعد had فصفى انه الفعل وراها verb ing وانت متعودة اصلا افعال بي وراها verb ing فاذا had been verb ing ما دامت had auxiliary verb فعل مساعد هنا اذا النيجاتيف بده يكون تلقائيا hadn't واذا بدنا نسال بنسال فيها had اوكي now let's look at the function or use or meaning وظيفة اللغوية او الاستخدام او معنى الباست بيرفكت كونتينيوس We use the past perfect continuous to talk about actions or situations that were happening up to a specific moment in the past. إحنا بنحكي بنستخدم الباست بيرفكت كونتينوس الماضي التام المستمر حتى إن نحكي عن أحداث أو مواقف كانت تحدث في الماضي طبعاً إلى وقت معين في الماضي. فهي إذا ربط بين زمنين بالماضي الباست بيرفكت كونتينيوس هو زمن كان مستمر في الماضي يعني استمر فترة في الماضي يعني أنا عندي لو جيت حكيت لك الخط الزمني أنا عندي هيك وهي البريزنت أوكي أنا هسا عندي هون في البريزنت فأنا هذا كلياته باست ماشي الباست بيرفكت كونتينيوس زمن استمر لوقت معين في الماضي فإذا هو زمن كان مستمر قبل زمن ثاني في الماضي اوكي now let's look at the keywords of the past perfect continuous نشوف الدلالات تبعون الباست بيرفكت كونتينيوس يمكن لو اجي احكي لك دلالات الباست بيرفكت كونتينيوس وين مثلا باي ذا تايم بيفور افتر وهي الشغلات ما يعني ما بتوفي بالموضوع الا اذا شفتي كيف استخدمها يعني كل واحد بدك تشوفي لي وين استخدمناها في الباست بيرفكت كونتينيوس اوكي ليتس بيجن وذ وين لوك ات ذا اكزامبل علي had been thinking about his friend when he received a text from him. هسا أنا عندي كلمة الربط when. عادة الباست بيرفكت كونتينيوس ما دام أنا قاعد بحكي لك زمن كان مستمر لحتى وصل لزمن ثاني في الماضي. أوكي كان مستمر في الماضي لعند زمن ثاني في الماضي. أوكي هسا إذا ربط بين زمنين الزمن هاد اللي هو مستمر مع الزمن الثاني اللي هو بالماضي. فأنا عندي هون على الأغلب على الأغلب بدي يجيكي كلمة ربط كلمة الربط هي الكيورد هي الكلمة المفتاحية ماشي هسا أنا عندي هون وين look at the example again علي had been thinking إذا هون past perfect continuous about his friend when he received a text from him أنا عندي وين بالنص كان وراها past simple received شايفيتها وعند الجهة الثانية past perfect continuous بدنا نوقف هسا عند وين إذا وين دلالة الباست بيرفكت كونتينيوس بيجي وراها باست سمبل اللي بالضبط الزمن اللي وراها والزمن الثاني باست بيرفكت كونتينيوس هسا بدك تحكي لي وين مرت معنا قبل هالمرة وحكينا عنها انه ربط بين الباست سمبل والباست كونتينيوس صح ولا لا اكيد هذا الكلام صحيح وحكينا عن وين كمان انها من الاصل هي ربط بين ازمنة بالماضي شو هي أزمنة الماضي؟ أنا أنتوا أخذتوا ثلاث أزمنة الـ past simple اللي هي verb 2 وأخذتوا الـ past continuous وهسا إحنا قاعدين نأخذ في الـ past perfect continuous وأخذنا الـ past perfect simple طبعاً past perfect continuous والـ simple زي بعض هذاك الـ simple had و verb 3 والـ past perfect continuous had been verb ing نيح؟ إذن أنا عموماً عندي ثلاث أزمنة في الماضي لما أشوف when بدها تربط لي إما verb 2 past simple مع past continuous زي ما أنت عارفة أو بدها تربط لي past simple مع past simple أو بدها تربط لي past simple مع past perfect continuous واضح؟
أنا حسب الخيارات اللي موجودات عندي، يعني لما بدي يجيب لك وين مثلا ربطت لي، يعني هي حتى ممكن إنها تكون عندك وراها، مش أنا قاعد أحط لك هون verb 2 اللي ورا وين، ممكن يكون past continuous هون وهون past simple عادي، ما في أي مشكلة عند وين. المهم إذا كان زمن هون في الماضي في الطرف هذا، الطرف الثاني بده يكون بالماضي، ماشي؟ هسا هو لما يجيب لك خيارات مش راح يجيب لك past simple، يعني وين بتكون past simple ويجيب لك خيار past continuous ويعطيك past simple و past perfect continuous، هذا الحكي أبدا مستحيل. لازم لما بتجيب لك خيارات يكون واحد من هاي الثلاث خيارات موجود، ماشي؟ المهم بتأكد هل إنها الجهة الثانية بالباست، أي نوع من أنواع الباست في جهة من الجهتين، الجهة الثانية لازم تكون نوع ثاني، نوع من أنواع الباست، يا باست سيمبل يا باست بيرفكت يا باست بيرفكت يا باست بيرفكت كونتينيوس يا إما باست كونتينيوس، واضح؟ هاي بالنسبة لون. The second example: by the time the bus arrived, we had been waiting for an hour. Let's look at this example. من أقوى دلالات الباست بيرفكت by the time. By the time بحلول وقت. هسا by the time means up to that time. لا عند ما وصلنا لذلك الوقت اللي هو في الماضي كنا نعمل في إشي مستمر قبله. أوكي؟ هسا by the time the bus arrived نشوف كيف استخدمناها. إذا أجت by the time سواء أجت بالأول أو أجت بالنص، خلينا نشوف إذا أجت بداية الجملة. By the time دائما دائما سواء اجت بالاول او كانت بالنص، الفعل اللي يتبعها مباشره past simple دائما، ماشي؟ By the time الفعل اللي يتبعها مباشره past simple، ماشي؟ ما دامت بدايه الجمله لازم بالنص كومه، لازم انتبهي هاي عشان الايديتنج، ماشي؟ لازم بالنص كومه. هسا الجهه الثانيه لازم past perfect، أنا عندي هون past perfect continuous، واضح؟ إذا by the time بحفظها هيك، الفعل اللي ملحق فيها فورا بالpast simple واللي على الجهة الثانية past perfect continuous. ليش أنا قاعد بحكي لك على الجهة الثانية؟ لأني أنا ممكن أجي أحكي لك الجملة بالطريقة هاي: we had been waiting for an hour by the time the bus arrived. يعني بقدر أحط by the time هي وعبارتها بالنص. المهم ضل الفعل اللي ملحق فيها وملزق فيها past simple، لاحظتي؟ الجهة الثانية past perfect continuous، ماشي؟ أنا بهمني دائما أنتبه الفعل اللي ملزق بالدلالة والفعل الثاني. يعني أنا قلت لك إنه الفعل اللي ملزق في by the time past simple، الفعل الثاني past perfect continuous. لو عكسنا الجملة، لو جيت حكيت لك we had been waiting for an hour by the time the bus arrived، تغير إشي؟ ما تغير، بس موقع العبارة هاي يعني ولا العبارة هاي بس، ماشي الحال. Number three: you looked really tired yesterday. You had been running for an hour. بدك تيجي تحكي لي هون جملتين منفصلات. أوكي، جملتين منفصلات، وين الدلالة بهاي الجملة yesterday؟ لأنه أنا عندي ليش نحكي جملتين منفصلات؟ لأنه عندي full stop نقطة، ما عندي linking word كلمة ربط ربطت زي by the time مثلا، كلمة ربط ربطت العبارتين مع بعض إيش، وفي النص فاصلة لأن العبارتين كونوا جملة واحدة، وين كلمة ربط؟ بينما هون وين كلمة الربط؟ ما في عندي كلمة ربط، عندي نقطة خلص، هاي جملة منفصلة وهاي جملة منفصلة، لكن إلهن تأثير على بعض. ليش؟ لو لما أطلع هاي الجملة you looked في الباست سيمبل بدلالة yesterday، هيها عندي past simple الverb، الجملة الثانية حتى لو كانت مفصولة عنها لازم تكون past، فيش كلام، واضح؟ هسا you had been running for half an hour، بدك تيجي تحكي ليش معنى حطينا past perfect continuous؟ لأنه عندي for half an hour، وبتعرفي أنت إنها for دلالة perfect، for since مثلا already، حكيت لك هذول دلالات بيرفكت بشكل عام. إذا إجن هذول زي مثلا recently أذكرك فيهم الدلالات تعون البيرفكت بشكل عام، lately، أوكي هذول دلالات البيرفكت. شوف الدلالة بيرفكت عندي بهاي الجملة، بطلع إذا الجملة هاي كانت بالمضارع بحطها هون present، إذا كانت بالماضي بحطها past. شو معنى كلامي؟
يعني أنا عندي هون الفعل looked بالماضي بالمقابل أنا عارفة إنه for دلالة perfect ما بحطها present perfect ما بحطها have you have been running لا بحطها had بالماضي ليش؟ لأنه الجملة الأولى إلها تأثير الماضي على الجملة الثانية أوكي؟ طيب لو بدك تتصوري إنه هاي you look طلع you look really tired بدون yesterday you look في البريزنت سيمبل فيرب 1 ساعتها بحط هنا يو هاف بين رانينج اوكي عرفتي كيف هسه لو اجيت حكيت لك نفس هاي الجمله يعني انا مش موجوده عندي الجمله الاولى يعني انا بدي اغطي لك على الجمله الاولى كانت هيك عندي هاي الجمله الثانيه بس كانت يو كانت عندك فراغ فور هاف ان اور ساعتها ما عندي تأثير للجملة الأولى ما في إشي بالماضي خلينا نحطها بالماضي ساعتها بحطها إيش you have been running أوكي لكن ما دام أنا عندي هاي الجملة looked verb 2 إذن لازم هون يكون نوع من أنواع الماضي وما دام عندك for هون دلالة perfect إذن past perfect continuous أوكي نفس الحكي يطبق هون سليم was hot and tired عندك was ملاحظة أنتي وخلصت الجملة وخلص full stop he had been working all afternoon بدك تحكي لي all afternoon دلالة perfect دلالة present perfect continuous لكن حطناها had been working ليش لأن was hot لو كانت سليم is hot and tired ساعتها كنت راح أحط he has been working all afternoon أوكي واضحة لأنه أنا عندي all afternoon دلالة present perfect continuous لو كانت هاي مش موجودة الجملة كان حكيت he has been working all afternoon لكن ما دام أنا عندي هاي الجملة بالماضي إذن he had been working لو كانت سليم is hot and tired كنت حطيتها he has been working عرفتي؟ فإذن طول أنا عندي فعل هون بالماضي ساعتها مضطرة أحط هون بالماضي أوكي لازم التوازن في الجمل باي كلمة مش واضحة هنا شوية باي 5 a.m. this morning باي مع أي زمن بالماضي ماشي باي دلالة جدا قوية للباست بيرفكت كونتينيوس انتبهي لها باي أنا عندي هون مصطلح اسمه by the time وراها past simple صح؟ والجهة الثانية past perfect continuous عندي by بيجي وراها أي زمن بالماضي by 5 a.m. this morning by yesterday by last week طلعي شو قاعد بحكي كله دلالات بالماضي by مع أي زمن بالماضي كما طلعي فيش فعل الزمن الماضي يكفي عبر عن past simple ماشي؟ الجهة الثانية تلقائية بدها تكون past perfect continuous they had been sleeping for 8 hours فإذا عندي هنا عندي for 8 hours ماشي دلالة past دلالة perfect لكن أنا عندي by دلالة جدا قوية شو معناها دلالة جدا قوية معناها دائما اللي ملزق فيها اي دلاله من دلالات الباست سمبل طلعي دلاله من دلالات الباست سمبل مش فيرب 2 مش فعل بالماضي دلاله من دلالات الباست سمبل كما اذا هنا باست بيرفكت كونتينوس ماشي باي ذا تايم قلت لك مصطلح اللي ملحق فيه الفعل بالضبط باست سمبل فيرب باست سمبل والجهه الثانيه باست بيرفكت كونتينوس باي اللي ملزق فيها دلاله من دلالات الباست سمبل يعني باي 5 a.m. this morning by yesterday by last week by last month by 3 hours ago عرفتي كيف طلعي كيف دلالة من دلالات الباست سمبل بتكون ملزقة في by فايش هي ودلالتها بعرف انه كما الفعل هون past perfect continuous اوكي هند had been working very hard for several weeks before she did her final exams عندي before لما تشوفي before دائما وراها past simple الجهة الثانية past perfect continuous هسا لما نذكر before بدنا نذكر after فيش كلام أنا حكيت لك before وراها verb 2 والجهة الثانية
past perfect continuous صح؟ هسا لو كانت هون عندي after بالعكس يعني لو كان عندي بدل before after after بس هيك على جنب حطي لي اياها after وراها الزمن اللي قبلها verb 2 يعني اللي مش ملحق فيها بالضبط verb 2 والثاني had plus been and verb ing أو ممكن had وverb 3 ما أنت أخذتيها كل ما يطبق على ال had وverb 3 يطبق على had been verb ing أوكي إذن after بالضبط وراها past perfect continuous الجهة الثانية بتكون past 2 عكس before before وراها verb 2 والجهة الثانية past perfect continuous أوكي يعني لو اجيت حكيت لك هاي الجملة بافتر بحكي لك after Hind had been working very hard for several weeks she did her final exams يعني before هون مكانها وراها past simple والجهة الثانية past perfect continuous after عكسها اللي وراها بالضبط past perfect continuous والجهة الثانية past simple أوكي Look at this example. We were very happy. They had already visited us. بديك تحكي لي already. أنا بس عشان أقرب لك إياها. Already دلالة الـ present perfect simple مش الـ continuous. مش الـ continuous. بس قاعد بورجيكي هون إنه already كيف إجت مش مع الـ present perfect مع الـ past perfect. Had و verb 3. ليش؟ لأنه الفعل هون عندنا were verb 2. أوكي؟ هي عموما already ما بتجيكيش غير مع السيمبل ما بتجي مع الكونتينيوس. Now let's look at some questions نشوف أسئلة وزارة، أسئلة وزارة طبعا سنوات سابقة مش أسئلة ضع دائرة، الأسئلة اللي كانت تيجي منها الدورات اللي قبل دورة اللي قبل أسئلة ضع دائرة. في عندنا هون 2015 الدورة الشتوية 2015 سوزان هاد معلش أنا لأنه الدوسية يعني بس قاعد بثبت فيها عشان تشوفوها سوزان هاد about the idea for a while when she made the suggestion تيجي بتطلعي لي أول ما تشوف الجملة طبعا for a while لوهلة قصيرة يعني مش أنا بحكي for a month for a year for three weeks عرفتي for a while كمان دلالة من دلالات البيرفكت ماشي مش وايل هون اللي انت بتعرفيها لكلمة الربط لا for a while لوهلة بسيطة هسا when she made the suggestion مش when عندك هون هاي made verb 2 صح الجهة الثانية انا عندي هون في دلالة دلالة بيرفكت اصلا for a while هسا كمان شغلي حطلي هو هاد وخلص ما دام حط لي اياها هاد طلعي شو حاط الخيارات بي ثينك فاذا شو بصفي بدي اكتب بين ثينكينج يعني انا بكمل الصيغه قاعد هاد بين ثينكينج ليش لانه حطت لي هاد فانا بكمل تكمله قاعد بين ثينكينج ماشي نمبر 2 او الدوره الشتويه 2014 we had with each other for a long time انا عندي for a long time دلاله perfect صح وجمله واحده اساسا انت لو تشوفيها جمله واحده بتحكي انا بدي احطها present perfect continuous صح مش راح يخطر في بالك تحطيها past perfect continuous وعندي be و communicate فانت بتحكي لا انا بحطها present perfect continuous لكن بدك تنتبهي لشغله حطت لي هاد ما دام حط لي هاد فإذا هو إيش؟ قيدني إني أحط past perfect continuous صح؟ حطت لي هاد فإذا شو بدها تصير؟ هاد وحطت لي ال be communicate فباجي بحكي had been communicating number three أو صيفية 2013 The climber had the mountain for over two hours طلعي لما بده يحط لك جملة واحدة وبده يخلي لك هاي الجملة بالباست بيرفكت كونتينيوس بحط لك had عشان يعني يقطع الشك باليقين وحطت لي be climb
فإذا had been climbing. أحمد was very tired at the end of the day. He had over 5 hours. هسا أنت عندك had، في عندك الجملة هاي كمان was، ملاحظة إنها بالماضي بس يعني مش رح كثير تهمك لأنه حط لك had وخلص. يعني لو ما كان حط لك had لحالك بتعرف إنها بالpast perfect continuous. هسا إذا been working، ولاحظي هنا ما أعطاني دلالة been working، لكن بس أعطاني هاد بتكفي، يعني بديش دلالة بوجود هاد. شي طبعا I think عايشة received an email from تهاني yesterday. She to write since June. هسا she received، عندك received في الماضي past simple. اوكي ما دام عندي هون past simple فاذا الجهة هاي بدها تكون اكيد بدلالة since، زي ما انت شايفة دلالة since، اذا بدها تكون past simple وانا عندي هون since فبعرف انه past perfect continuous. لما اشوف since بعرف انها perfect. بتأكد الجملة الثانية فيها ماضي، يس فيها ماضي، اذا past perfect continuous. اوكي اذا شي وانا عندي هون بي بروميس، فاذا هاد بن بروميسينج. هي باست اول هيز اكزامز، هي باست اول هيز اكزامز، هي هاد فور ا مانث. نفس الوضع أنا عندي هنا يعني past بالماضي ومع هيك حط وحطت لي هنا for a month اللي هي دلالة perfect، دلالة perfect بشكل عام، لكن حطت لي هاد فأنا يعني ريحني بكون بس بده been receive revising. The last one, the tailors finished Layla's dress a week before the wedding. They it for over a month. أنا عندي هنا the tailors finished. عندك finished verb two صح؟ ما دامت عندك verb two، أنا عندي هنا for over a month دلالة perfect. إذا past perfect continuous. Be make. فإذا had been making. Okay, that's it. Now, let's look at the student book, page 19. Student book, page 19. Let's look at the exercises. Exercise 5 and 6 and 7. Exercise 5. The past perfect continuous. Complete the sentences using the past perfect continuous form of the verbs in brackets. يلا let's study the sentences. طبعا أنا بدي ندرس الجمل عشان نستفيد منهم. Okay. When I saw you yesterday, you looked really tired. شو رأيك في هاي الجملة؟ بدك تحكي لي عندي when. وين الأفعال؟ عندك saw verb to، عندك looked verb to. خلص. When ربطت past simple مع past simple. ماشي نيجي بنطلع يس. هسا لما بدي يكون عندي كله بالباست فاذا اكيد هاي بدها تكون باست. باجي بطلع هاي الجمله شو الدلاله، طلعي قبل ما اشوف ولا اي شيء يعني اعرف كيف حلوها. عندي فور هاف ان اور فور دلاله بيرفكت، وما دامت عندي الجمله الاولى كلها بالباست اذا هون معقول احط بريزنت بيرفكت، لازم نحط باست بيرفكت. اوكي اذا اي هاد بين رانينج. اوكي my mother lost her purse yesterday. جملة بالpast simple. She in the market. she must have put it down somewhere and left it there. في عندك shop.
أول شغلة لو إجيتي طلعتي ما عندي دلالة بيرفكت، لما يكون عندي جملتين زي هيك، جملة بالباست سيمبل وبدي يعني أحط الجملة الثانية تلقائيا بحطها باست بيرفكت، ماشي؟ ما عندي دلالة، ما عندي دلالة بيرفكت، لاحظتي؟ ما عندي فيها الجملة دلالة بيرفكت، لكن أنا عندي بدلالة الباست سيمبل اللي موجود هون، هاي بدها تكون عندك باست بيرفكت كونتينوس. والمعنى ما إله علاقة نهائيا، إحنا قاعدين بنحكي عن جرامر. أنا عندي هون شوب بحطيتها هاد بن شوبينج، أوكي؟ ليش أنا قاعد بحكي لك حطيت هاي باست بيرفكت بدلالة الباست سيمبل هون؟ لو أصلا أنت لجأتي على المعنى، بحكي لك ماي ماذر لوست هير بيرس يسترداي، أمي فقدت محفظتها بالأمس، شي هاد بن شوبينج إن ذا ماركت، كانت تتسوق في السوق، أوكي؟ فهي كانت تعمل إشي في الماضي، كان مستمر في الماضي لعند ما قاطع، لعند ما وصلت لزمن معين في الماضي كمان. فعادة بيكون عندي زمنين، حتى لو ما كانت عندك دلالة بيرفكت هون، ما دامت هاي باست سيمبل بيكون هون طالب باست بيرفكت، اوكي؟ نمبر 3، I made my mother a cup of tea. Made. She was very tired. Was. She all afternoon. حلو هون انه معطيكي دلالة all afternoon، فاذا had been cooking all afternoon for a special family dinner. انتبهي هون انها for مش دلالة البيرفكت، for هاي preposition حرف جر لانه وراها a special family dinner. for اللي بنحكي عنها دلالة perfect، for اللي وراها زمن، عرفتي؟ اللي بتعبر عن time expression، for half an hour لمدة نص ساعة، for a day لمدة يوم، for three days، عرفتي كيف؟ أما for a special family dinner هاي جملة جار ومجرور ما إلها علاقة، all afternoon هي الدلالة، أوكي؟ فإذا had been cooking، ليش حطيناها past perfect continuous؟ لأنه أنا عندي كل الأفعال اللي كانت في الجملة السابقة إلها بالماضي. Exercise 6. Complete the sentences by choosing the correct verb forms. يلا نشوفها. طبعا أنا بهمني هسا كل جملة لحال عشان تكوني عارفة إنه ليش حطيتها أنا هون بالpast perfect. يلا let's look at number 1. Hind has or had been working very hard for several weeks before she did her final exams. Full stop. خلصت الجملة. عندك before دلالة، لا دلالة قطعية يعني فيش كلام، وراها past simple، إذن هنا past perfect continuous، إذن أكيد had been working، أوكي؟ حتى لو إنك ناسي القاعدة برجع بحكي لك، ما دام أنا عندي هنا past، إذن هنا past فيش كلام، مستحيل أربط مضارع مع ماضي، ماشي؟ الربط دائما ماضي مع ماضي. When the results were published past simple بالpassive she was delighted كمان past simple passive to learn that that بداية جملة جديدة اللي هي relative pronoun ضمير وصل that she يعني ربط قصدي مع جملة ثانية she had passed. ليش حطينا had ما حطينا has؟ لأنه أنا عندي when ربطت لي past، بدها تكون عندك باست مع باست، فإذا هذول الثنتين بالماضي البسيط مش ربطة ماضي، إذا بعد ذات بده يكون إشي بالماضي، مستحيل يكون بالمضارع، عرفتي كيف؟ كلمة ربط ذات، ماشي؟ بدك تحكي لي ليش حطيتها باست بيرفكت سيمبل؟ لأنه باست هذا الفعل لا يقبل استمرارية، عرفتي؟ فإذا هاد باست مش هاد بن باسنج، اجتازت الامتحان مش قاعدة بتجتاز في الامتحان، عرفتي؟ She has or had done extremely well. Of course, she had done extremely well. كل اللي قبلها ماضي معقول أحطها مضارع؟ مستحيل. She phoned her parents from the college. اتصلت في أهلها. طبعا هنا تعتمد على المعنى، لأنه بعد ما شافت النتيجة اتصلت في أهلها. دائما الزمن اللي حدث بالأول بيكون past perfect واللي بعديه past simple، لأن الاثنين في الماضي. ترتيب أحداث يعني. إذا حكينا she phoned her parents from the college. They had been waiting for her call
all morning. all morning دلالة ال perfect continuous. ماشي، ما دام الجملة اللي قبل بالباست إذا had been waiting then past perfect continuous. when she arrived home an hour later there was a surprise for her. لعند هنا خلاص full stop. هسا for several weeks for ولا وراها several weeks. إذا هاي دلالة ال perfect عرفتي لمدة عدة أسابيع for several weeks. comma her parents طبعا هاي دلالة بس يعني for several weeks. الدلالات إما بتنحط بالأول ويجي وراها comma أو بتنحط بالآخر يعني على كلا الحالتين صحيحة. Okay, for several weeks her parents had been planning a special weekend away to Jerash festival. طبعا اكيد نحط past perfect continuous لانه كل situation اللي قبل بالpast. فهنا لا يعني هاي كانت عندي جملة بالpast simple بعدين جملة ثانية فبتكون past perfect continuous وبدلالة for several weeks. they had managed مستحيل تكون have في كل هالماضي مستحيل أحط مضارع had managed وبنكملها طبعا had managed to make it a surprise for him even though they had been using the family computer to make all the arrangements. had been using okay لأنه إحنا قاعدين بنحكي عن زمن في الماضي التام المستمر مش الماضي المستمر العادي. Hind was delighted she had been talking about Jerash festival. مستحيل أجي أحكي لك has talking has أساسا وراها verb 3 بالإضافة إني مستحيل أجي أحكي لك مضارع في كل هالماضي هذا فهي بدها تكون past perfect continuous. had been talking about Jerash festival for months دلالة perfect. and now the whole family was going it was a wonderful graduation present. that's it. now let's look at the speaking exercise 7 work in pairs use the time periods in the box to talk about things you had been doing. اعطاني time periods لانهن هدول مميزات مهمات جدا بالنسبه للباست بيرفكت كونتينوس. اتفقنا باي مع اي زمن بالباست سمبل بيعبر عن دلاله من دلالات الباست بيرفكت كونتينوس. باي 5 ام this morning لعند الساعه 5 الصبح شو كنت تساوي قبل هيك؟ تحكي I had been sleeping for 8 hours كنت إلي نايمة 8 ساعات. أوكي لعند الساعة 5 الصبح شو الإشي اللي كان مستمر قبل هيك عرفتي كيف؟ فإذا by 5 a.m. this morning I had been sleeping for 8 hours أو بقدر أحكي I had been sleeping for 8 hours by 5 a.m. this morning. عرفت كيف؟ المهم عندي لما تشوفي باي وراها باست أي زمن في الماضي البسيط أي زمن من دلالات الماضي البسيط مع باي بعرف إنه باي أقوى دلالات باي وباي ذا تايم أقوى دلالات الباست بيرفكت على الإطلاق. أوكي؟ by the time I was 10 by the time انتبهي إنه وراها باست سمبل verb 2 verb 2. أوكي؟ by the time وراها past simple by the time I was 10 لعند ما صرت 10 سنوات I had been playing the piano. okay كنت أعزف على البيانو لعند ما صرت 10 سنوات. by the time my friend phoned me لعند الوقت اللي اتصلت فيي صاحبتي فيها شو كنت أعمل قبل هيك؟ I had been studying. I had been studying. okay فإذا by the time my friend phoned لحظة by the time وراها verb 2 جاء الثانية past perfect continuous. okay that's it about the past perfect continuous. now let's look at this worksheet. طبعا worksheet حطيت لك أنا exercises عليها لكن كمان بيهمني أسئلة الوزارة جدا مهمة الأسئلة السنوات السابقة عشان تعرفي عليها. يلا let's look at it وخليني شوي استنى عليك تجاوبي بالاول انتي. هسا they been
taking dinner for 10 minutes by the time we got home. لحالك احكي لي شو الدلالة اللي موجودة عندي هنا؟ شو الدلالة؟ على طول circle it اللي هي by the time. By the time مش هيك؟ by the time وراها verb to. إذا يا حبيباتي بدي يكون هنا past perfect continuous. أحكي they have ولا they has ولا had ولا will. أكيد رح تستثني will ما إلها علاقة بالموضوع، صح؟ لأنه أنا عندي by the time اللي وراها verb to. أنت شفتي لي هنا verb to، انتهى الموضوع يعني. خلص قطعنا الشك باليقين إنه ما بصير أي نوع من أنواع المضارع لا have ولا has، وهذا أصلاً غلط لأنه عندك they، يعني شو رح تخطر في بالك رح تستثنيها، وhave في المضارع ما بدي إياها، إذا بدي had. أوكي؟ نمبر 2 I doing my homework for 10 minutes when my parents returned home. عندك when؟ صح؟ My parents returned اللي هي verb to. ما دام هنا verb to بستثني المضارع، بستثني have وبستثني has وبستثني الفيوتشر كمان. أكيد had been. أوكي doing. عندك هنا when linking word. Number three they watch they TV for 40 minutes by the time we got home. هسا عندي كونه by the time، برجع بكرر لك إياها، ما دام عندي by the time دلالتنا القوية جدا اللي وراها verb to، إذا على طول هنا مش أحكي they watch ولا has watched ولا will have watched had been watching. ليش؟ بدي ماضي. by the time تربط لي ال past perfect continuous مع ال past simple. أوكي؟ Number 4 by the time the bus arrived. شوفي انت كم مثال صرت حاطت لك على by the time، مهم جدا. by the time the bus arrived، انتبهي دائما على by the time انه وراها verb to. اوكي we had been. had been كملي للصيغه had been، خلص هي الباست. اكيد مش انا عندي had been، اكيد بدي اكمل الصيغه اللي هي waiting. اوكي had been waiting تكملة الصيغة. Let's look at the ministry questions. نشوف أسئلة الوزارة. Choose from A, B, C or D the correct punctuated sentence. بدك تختاري منهم الجملة اللي علامات الترقيم correct punctuated sentence. لما تشوفي correct punctuated sentence اللي موضوع لها punctuation اللي علامات الترقيم، على طول ماشي تذكري هاي الكلمة إنه هاي بدي على انتبه لعلامات الترقيم، يعني لا بده جرامر ولا إشي، بده علامات الترقيم فيها تكون صح. جملة بدها تكون مرت عليك قاعدتها، طلعي هون by the time. ما دام عندي by the time إذا أنا بدي قاعدة by the time، أتذكر علامات الترقيم تبعتها. بعرف إنه by the time وراها verb to، بعدين هون إيش يا صبايا؟ حطت لي هون full stop. هون exclamation mark، هون طلعي semicolon، وهون عندك كوما. شغلي ثانية انتبهي لعلامات الترقيم، طلعي الكابيتال ولا سمول، ما أنا بداية الجملة مش بداية الجملة لازم يكون كابيتال. انتبهتي هون للبي، وبعد هيك بالنهاية أكيد بده يكون عندي full stop مش نهاية الجملة. طلع علامات الترقيم اللي مركز عليهم، يلا نشوف by the time. أول شغلة ما دام بداية الجملة بدي capital، capital letter، فأنا شو عندي؟ هاي صح capital وهاي صح، هاي خطأ. ما أنا بدي تكون الجملة كاملة ومتكاملة، يعني ما فيش مجال يكون في نصها صح ونصها غلط، عرفتي؟ هاي خطأ وهاي خطأ، منيح؟ يلا نمشي. أنا عندي هاي الأولى صح والأخيرة صح، نمشي فيها. by the time hint found hint found حط لي هون full stop وتطلعي بالآخر exclamation mark. هون هاي خطأ وهاي خطأ، لاحظي. إذا شو صفة الصح عندي؟ هاي البي كابيتال صح، عندي هون كوما لازم،
وعندي هون فول ستوب لازم، فإذا هاي اللي صح. عرفتي كيف؟ هون بده علامات الترقيم. Number six. My mother was very tired. She all afternoon for a special family dinner. يلا أنا وياكي قبل ما تطلع على الخيارات، ياريت قبل ما تطلع على الخيارات. My mother was very tired. طلع انتبهي دائما للأفعال، أنا هون بشغل في جرامر قاعد. أنا عندي هون هذا verb to، صح؟ طلع الجملة الثانية. She all afternoon. شو بتعني لك all afternoon؟ دلالة perfect. دلالة present perfect والpast perfect. إيش اللي بحددها؟ أحطها present ولا past؟ هاي ما دام أنا عندي هون verb to مستحيل أحط هون present، لازم past. إذا is cooking خطأ لأنها مضارع، has been cooking خطأ، cooks خطأ، إذا had been cooking. سوزان about the idea for a while when she made the suggestion. أنا عندي هنا حكيت لك for a while ومرت قبل هيك عليك هاي الجملة. أنا عندي هنا when، عندك made verb to، صح؟ إذا هنا لازم بالماضي، أي نوع من أنواع الماضي. طلعي لي على الخيارات. have been thinking غلط. طبعا أنا أي نوع من أنواع الماضي لو ما كانت عندي هاي الدلالة. أنا عندي for a while هي دلالة perfect، صح؟ فإذا بده يكون past perfect. have been thinking خطأ، will have thought خطأ لأنها future، had been thinking هي اللي صح لأنه is thinking مضارع، فإذا هي خطأ، فإذا had been thinking. Number 8. We had with each other for a long time. For a long time دلالة perfect، أوكي؟ لكن ما دام عندي had فإذا past perfect. هسا had الباست بيرفكت لو كان had وverb 3 ماشي الحال، أنا بقدر أحكي لك had وcommunicated، ما عندي verb 3، إذا صفت had بين communicating بدي، مش communicating لحالها ولا communicate اللي هي بين communicating. أوكي؟ Number 9. أحمد was very tired at the end of the day. Was very tired. بالماضي verb 2. He over 5 hours. إذن he had been working. لأنه أنا عندي was بالماضي وأنا وعندي هنا أكيد بده يكون بالماضي. كل المضارع أكيد بده يكون خطأ. أوكي؟ وبعدين شغلة ثانية بدك تحكي لي where working بالماضي ماشي، بزبط هي where؟ ما بزبط، هي was working لو كانت صح. عرفتي؟ Number 10. Aisha received an email from Tahani yesterday. She to write since June. عندك since June حكينا إنها دلالة perfect. وأنا عندي هون received بالpast. فإذا she has promised, have promised. Promises had been promising. My uncle working at the company for 5 years when he got a promotion. هسا انت عندك when وعندك هنا verb to، فاذا اكيد بده يكون عندنا هنا بالباست. طلع الخيارات. is غلط لانها مضارع، have غلط لانها مضارع، will غلط لانها future، فصفت had been. دائما الخيارات بالوزارة بتكون واضحة. The children in the yard for 2 hours. أنا عندي جملة واحدة بتتوقع أنت لما تشوفيها for 2 hours خلاص دلالة perfect، صح؟ بتتوقع إنها دلالة present perfect، فيش كلام لأنه أنا ما عندي جملة ثانية بالpast simple، مش هيك؟ هذا اللي أنت بدك تتوقعي. لكن شوف الخيارات كيف إجت. has been playing تزبطش على children لأنه children جمع، أنت بدك تتوقع إنها present perfect، صح؟ لكن children جمع كيف بدها تصير has؟ ما بصير. is playing كمان ما بصير، children جمع. will have played ما في عندي أصلاً، هي بدي perfect ما بصير لأنه عندي for 2 hours، بصيرش أحط future. فإذا had been playing على عكس ما كنت تتخيلي، الأصل had been playing يكون عندك إشي ثاني بالماضي، صح؟ بس ما دام بجيبولك إياها جملة واحدة بيكون الخيار واضح جدا، فيش اللي هو صح، كل الخيارات خطأ وهو الوحيد اللي صح. أوكي؟
علي about his friend when he received an email for him. نفس الإشي when عندنا هنا عندك past simple وراها إذا هنا بده يكون عندي past. Has thought ما بصير. Had been thinking ولا thinks ولا will think أكيد had been thinking. By the time we arrived, they talking for an hour. By the time past simple. إذا they had been talking. By the end of 2010 CE, لاحظي by the end of 2010 CE, companies في عندك هنا more smartphones than PCs for the first time. لاحظي عندك هنا sold ولا had sold ولا have sold ولا has sold. ما دام عندك by the end of 2010 باي وراها زمن بالماضي فإذا لازم past perfect. فيش كلام past perfect مش past simple past perfect اللي هي had sold. لو كانت حطلي had been selling أو had sold عادي المهم عندي past perfect. Okay that's it. Thank you very much.